ترى العلاقات بين الجمهوريه الاسلاميه واقليم كردستان علاقات تاريخيه طبعا يمكن قويه جدا، يمكن صار بها برود جمود، وخصوصا بعد القصف الايراني واعتقاد ايران بان هنالك جهات موساديه موجوده، ولكن البيان الحكومي كان واضح جدا ولجان المشتركه كانت واضحه بانه لا يوجد مما تتوقعون، ولذلك كان العراق واضح في هذه القضيه. واعتقد الرساله اليوم وصلت، مجرد وصول الرئيس الايراني الى اقليم كردستان هو اعتراف بانه أن كردستان منطقة خالية من أي موساد ولا يمكن، وكانت وكان هنالك خطأ استراتيجيا حينما اعتقدنا أن هنالك يعني تنصر أو تجسس لصالح دول. تمام تمام ها ايش قلت شو كل هيك ما اعترض يعني أنا أستاذ نبيل شفافية عالية جدا عنده. لا أستاذ نبيل يعتقد بأنه إذا ذهب الرئيس الإيراني اعتقاده في بداية هذا يكون دليل على عدم وجود تنصت. لا 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 اسمعني، جهات موسادية في إقليم كردستان أولا هذا مو يعني ما يحق لي يتحدث بهذا الموضوع. ليش؟ هذا الموضوع يعني كان مشخص من قبل مشخص؟ سياسيين عراقيين مستشار الأمن الوطني. لا لا اسمعني، هذه هاي لجنة، هاي لجنة أنا ما أريد أطلع. لا لا احنا ما نحلل وفق آرائنا، هذه مو آرائي، مو كيف يعني مستشار مستشار الامن الوطني من راح واللجان ايش قالت؟ هذه بها ادله. اسمعني، هاي لجنه، هاي لجنه لجنه وما كل الاحترام والتقدير لرئيس اللجنه الاستاذ قاسم الاعرجي. قاسم الاعرجي ذهب مع مخرجات اللجنه مالته. يا اخي بس اسمح لي، الله وانت تقول اني اختلف فيها اللجنه. انت جاي تلون اليوم الموضوع بزياره الرئيس الايراني مو بهالشكل. ليش ما نستثمرها؟ اول استثمرها، هي مستثمره. اولا فيما نتحدث في زياره الاقليم لان هنالك مشاكل، بس يجوز بعيد عن هذا الموضوع، ما له علاقه بقضيه التواجد اذا اكو موساد اسرائيلي في الاقليم. هذا مو انا وانت نحدده. من يحدده؟ هاي يحددون السياسيين اللي هم على ارض الواقع. رجعيتنا احنا الامن الوطني حدده. لا اسمعني، هسه هذا رايي للجنه، للجنه وتناقشنا به بالقنوات وتحدثنا به. هسه اكو راي للساسه انه نعم اكو تواجد اليوم، والدليل انه اليوم يرفض الاقليم اليوم خروج الامريكان. تدري لو ما تدري انت